خلال تخريج دفعة من الكليات العسكرية، الرئيس السيسي يؤكد على دور الجيش في حماية الوطن والحفاظ على الاستقرار والأمان. خلال زيارته شرم الشيخ، مدبولي يقف على آخر الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ، ويؤكد قدرة مصر على تنظيم الأحداث العالمية. بعد انتخابه من البرلمان، الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يؤدي اليمين الدستورية ويكلف رئيسا جديدا للحكومة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية. وفي كلمته خلال الاحتفال، قال الرئيس السيسي إن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات بفضل الأمن والاستقرار في البلاد. بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هنعبرها بخير وسلام. وأتصور إحنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجودة، مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الأزمة بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثرها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة إحنا موجودين بنقول خلاص، يعني إحنا نقدر نقول إن الموضوع ده يعني أثره بقت يمكن التعايش معه. برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت، حتى لو كانت لها أثار صعبة علينا دلوقتي، لكن أزمة وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى الأوطان، اللي يبقى تبقى الأوطان، تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الأمان، يبقى السلام. كما أكد الرئيس السيسي أن دور الجيش يحمي ويصون ويضحي لبلاده، مضيفا أن الجيش المصري يحافظ على الاستقرار والأمان دائما. انتوا دوركم كبير قوي قوي، ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس الـ7-8 سنين اللي فات، ما احنا كنا النهارده بنحتفل او بنقول اسماء قادة عظام كانوا موجودين، وفي شهداء لينا ومصابين كانوا في اكتوبر. احنا بنحتفل كل سنة بالذكرى والانتصار ده. اللي أنا عايز أقوله برضو، حتى في حربنا ضد الإرهاب كان في شهداء ومصابين، دايما حريصين إن احنا نذكرهم ونأكد إن احنا مش بس الدولة، مش أنا، مش الحكومة، لا، كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي، كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي إن في أسرة قدمت ابنها، الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده، وبعدين قدمته لبلدنا هنا، قدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه. انا بقول كده للضباط الجدد، لان ده دور، هو ده دور الجيش. دور الجيش ان هو يحمي ويصون ويضحي عشان تبقى البلد دايما ثابته مستقره امنه سالمه ان شاء الله. وقال الرئيس السيسي إن التخرج من الكلية يعد خطوة مهمة ورائعة في حياة كل خريج، سواء كان من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية، مشددا على أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومعالجتها. أوجه التحية والتهنئة لأبنائنا الخريجين من الضباط، وأتمنى لهم كل التوفيق. أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم، يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج، وده الحقيقة بيمثل خطوة مهمة قوي وخطوة رائعة وعظيمة في حياتك، حياة كل اللي اتخرجوا إن شاء الله، سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية. وخليني أقول لكم
وكلام ده لينا كلنا. في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الامور دايما بتبقى متغيره، ولكن اراده الانسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبمشيئته كل الامور حتى الصعبه منها بيتم التغلب عليها. لو كنت شفته من سنتين في حفله ممثله زي كده، كنا كلنا واقفين تقريبا ولابسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها، وكانت الناس كلها متصوره ساعتها ان الموضوع يعني اخر الدنيا. لا، مش اخر الدنيا ولا حاجه، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، وعبرت زي ما كتير من الازمات بتعبر. هذا وقد قلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري، جاء ذلك خلال الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسة مجلس النواب الرواندي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي. وقد أعرب المستشار حنفي جبالي عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر ورواندا، مؤكدا انتماء مصر الأصيل لمحيطها الأفريقي واعتزازه بذلك. وقد استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، كما وجه الدكتور حنفي جبالي الدعوة لرئيسة مجلس النواب الرواندي لزيارة مصر لتعزيز التعاون البرلماني المصري الرواندي. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار شرم الشيخ الدولي للوقوف على سير العمل بها، ومن بينها المهابط والممرات وصالات الوصول والمغادرة ومداخل ومخارج المطار، بالإضافة لأعمال تنسيق الموقع. وخلال جولته التفقدية بمطار شرم الشيخ، تابع مدبولي موقف مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار، والذي يتم تنفيذه سعيا للترويج للمدينة على نطاق عالمي، حيث إن المشروع يشمل إتاحة ملصقات تحمل الهوية البصرية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يتم تنفيذه من أعمال في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 يؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية، كما يعكس حجم التنسيق بين مختلف الجهات المصرية والتعاون مع الجهات الدولية المعنية. جاء ذلك خلال تفقده موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء التي يتم إقامتها بحديقة السلام، بالإضافة للمنطقة الزرقاء، استعدادا لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ COP27. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء القرية البدوية مشيدا بما ستقدمه من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تشجيع الدولة للتوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة جاذبية المقاصد السياحية في مصر والعمل على زيادة تدفق حركة السياحة الوافدة إليها. وشهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح فندقين بشرم الشيخ بالتزامن مع تدشين مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل. هذا وتتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022 والذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة من مختلف دول من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، تطلعنا على أبرز التطورات في شرم الشيخ وما تفقده رئيس الوزراء اليوم من مناطق ومشروعات جديدة وآخر الاستعدادات الجارية هناك. نعم إلهام ومحمد، تحية لكم. بالفعل يعني قام رئيس الوزراء بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والتي تم الانتهاء منها أيضا هنا في مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ كوب 27 في 6 نوفمبر المقبل. بداية إلهام، أنا أتواجد الآن أمام مركز المؤتمرات الدولي هنا في مدينة شرم الشيخ والذي سوف يشهد إقامة فعاليات قمة المناخ كوب 27، وأنا تحديدا في الطريق الفاصل ما بين قاعة المؤتمرات الكبرى الدولية وما بين المنطقة الخضراء أو ما بين قاعة المؤتمرات التي هي المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء والتي تفقدهما اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. أيضا الدكتور مصطفى مدبولي وصل بطائرته من القاهرة اليوم في تمام الساعة 2:30 ظهرا وقام بتفقد سير العمل في مطار شرم الشيخ الدولي وتحدث أيضا مع عدد من الزائرين والمسافرين أو الذين يصلون إلى مدينة شرم الشيخ. بعد ذلك توجه مباشرة إلى هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن وتفقد المنطقة الخضراء وسير العمل فيها وأيضا حديقة السلام التي تعتبر حديقة غنية بالنباتات، هي حديقة نباتية فيها الكثير من النباتات التي على وشك الانقراض. وكان يرافق رئيس الوزراء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بالإضافة إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. بعد أن تعرف على المنطقة الخضراء ومدينة السلام دخل واحدة من الخيام البدوية، القرية البدوية أيضا التي تقام على هامش هذه الفعاليات وهي أيضا منطقة يتم فيها استقبال ضيوف المؤتمر هنا في المنطقة الخضراء. في هذا الصدد أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن المنطقة الخضراء وصل حتى الآن عدد طلبات استئجار أماكن في المنطقة الخضراء إلى 268 طلب لاستئجار هذه الأماكن في المنطقة الخضراء والتي تتسع أيضا بالإضافة إلى حديقة السلام، هذه الحديقة النباتية إلى نحو 12 ألف متر مربع. بعد الانتهاء من هذه الجولة هنا على يميني من المنطقة الخضراء وحديقة السلام توجه رئيس الوزراء إلى المنطقة الزرقاء على يساري وقاعة المؤتمرات وأيضا القاعات الملحقة الإضافية لقاعة المؤتمرات والتي تتولى إدارتها أو تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة. وأكد أيضا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن تم الانتهاء من استكمال كافة المرافق للملحقات الإضافية التي أقيمت خلف قاعة المؤتمرات وهي أيضا تتبع المنطقة الزرقاء والتي تفقدها اليوم دولة رئيس الوزراء. بعد ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد عدد أيضا من الشوارع والميادين التي تم الانتهاء منها ومن بينها أيضا الميدان الذي أقف أمامه ويظهر في الصورة من خلفي. هذا الميدان هو ميدان جديد أمام قاعة المؤتمرات تم الانتهاء منه فقط منذ يومين ويظهر بهذه الصورة الحضارية وهذه الصورة الجمالية أيضا وفي
وفي أيضا مجموعة من النباتات النادرة داخل هذا الميدان. بعد ذلك توجه رئيس الوزراء لافتتاح فندقين وهي من الفنادق التي سوف تستقبل ضيوف المؤتمر، وهي أيضا يعني على أعلى مستوى، وفنادق أيضا صديقة للبيئة. وفي هذا الإطار أيضا تم إيضاح أن نسبة الإشغالات في شرم الشيخ وصلت إلى نسبة كبيرة في الفترة الماضية، ومن المتوقع أيضا أن تزيد نسبة الإشغالات أيضا بعد فعاليات مؤتمر كوب 27. وبالتالي نحن نتحدث عن رواج سياحي كبير تشهده مدينة شرم الشيخ ما قبل المؤتمر وخلال المؤتمر وبعد المؤتمر. بعد ذلك انتهت الجولة التي أقيمت ظهر اليوم، والآن في هذه اللحظات تقام أو يقوم دولة رئيس الوزراء أيضا بجولة ليلية هنا في شوارع شرم الشيخ، ويتفقد أيضا عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها وإنجازها بشكل كامل، استعدادا أيضا لاستقبال قمة المناخ كوب 27. بعد هذا النقل الحي المباشر لكم سوف أرافق جولة رئيس الوزراء للتعرف على المزيد من المشروعات التي يتم إنجازها هنا على أرض مدينة السلام، المدينة الخضراء الصديقة للبيئة شرم الشيخ. هي تطورات متلاحقة وسريعة في مدينة شرم الشيخ حتى تكون على أتم الاستعداد لاستضافة مؤتمر كوب 27 في شهر نوفمبر. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على كل هذه التفاصيل. تحتفل القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. هذا وقد هنأ عبد الجواد رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيدهم الذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة، وجاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية. وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية تطوير وتحديث إمكانياتها بما يعزز قدراتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن. وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية متنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات في العالم. وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية وعينية مستندية بمضبوطات بلغت 158 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 35 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 116 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية، من بينها 230 قضية خبز ناقص الوزن و208 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات وصلت إلى 134 طنا. أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط أكثر من 100 طن سكر تمويني ودقيق بلدي مدعم من قبل مسؤولي ومالكي مخابز بلدية ومخازن بهدف بيعها بالسوق السوداء. جاء ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية في شتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية. استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط أكثر من 123 طن سكر تموني
ودقيق بلدي مدعم تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من مسؤولي ومالكي مخابز بلدية ومخازن للسلع الغذائية بهدف بيعها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا. كما تمكنت الإدارة من ضبط نحو 70 طن سلع غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ونجحت في ضبط قرابة 32 طن أرز شعير مجهول المصدر. قام اثنان من مالكي مضارب أرز بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت حملات الإدارة عن ضبط قرابة 20 طن حلوى مولد وسلع غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بالسويس والمسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى بالقليوبية. وتمكنت من ضبط قرابة 32 طن أسماك ولحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من ثلاجات حفظ السلع الغذائية ومطاعم ومصانع وجبات جاهزة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس. ونجحت في ضبط نحو 17 طن مواد غذائية ومخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية ومالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بالبحيرة. الإدارة تمكنت من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر. قام مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تم ضبط 3 أطنان أسمدة غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا. ونجحت الإدارة في ضبط 13 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام بتجميعها مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تم ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالغربية. الإدارة تمكنت ومع استمرار حملاتها لضبط الجرائم التموينية من ضبط 35 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالسويس. ونجحت الإدارة في ضبط 30 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بنطاق محافظة المنوفية. وتمكنت من ضبط نحو 259 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها للإتجار بها والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بعدد من محطات لتموين السيارات بالقاهرة والسويس. كما تم ضبط 2000 اسطوانة بوتاجاز قام المسؤولان عن مستودعين لاسطوانات البوتاجاز ببني سويف والقليوبية بالاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء. وأسفرت حملات الإدارة في مجال ضبط جرائم حجب السجائر عن البيع بالأسواق والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا عن ضبط 156 قضية بإجمالي مضبوطات أكثر من 89 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ونجحت الإدارة في ضبط 1,600,000 قرص أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية بصيدليتين بالقاهرة. انتخب البرلمان العراقي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لبرهم صالح. هذا وأدى رشيد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب رئيسا للبلاد، وكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة. كان رشيد قد تقدم بفارق كبير على برهم صالح خلال الجلسة الأولى من تصويت البرلمان والتي انعقدت بحضور 242 نائبا. يأتي ذلك بعد أن أخفق البرلمان 3 مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقيق نصاب الثلثين المطلوب لذلك، وعدده 220 نائبا من أصل 329.
وعقب تكليفه أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أنه يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن. وأكد السوداني أن تكليفه بالحكومة الجديدة من جانب الرئيس المنتخب جاء لكونه مرشح كتلة الأكثرية في البرلمان. هذا وهنأ الرئيس السابق برهم صالح الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد بتوليه رئاسة الجمهورية، كما هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، ودعا الكاظمي القوى السياسية للتعاون ودعم الرئيس الجديد، كما دعا القوى السياسية للتعاون مع السوداني في مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. ميدانيا، أعلنت مصادر عراقية سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد بالتزامن مع بدء جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للعراق. وفي كردستان العراق سقطت 8 صواريخ كاتيوشا على الأقل تم إطلاقها على حقل للغاز. وقالت مصادر أمنية إن الصواريخ سقطت في محيط الحقل ولم تسفر عن سقوط ضحايا ولم تؤثر على العمليات التي تسير بشكل طبيعي داخل الحقل. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ الحكومة اليمنية وقوات الحوثي إلى التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن وتوسيع نطاقها بشكل عاجل. وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أكد المبعوث الأممي أن الهيئة على مدار الأشهر 6.5 الماضية بدأت في التخفيف من معاناة المدنيين، مشيرا إلى أن المحافظة عليها يعد خطوة نحو السلام. يؤسفنا أنه في 2 أكتوبر لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وتوسيع الهدنة. أثمن موقف الحكومة اليمنية لجهة الانخراط بشكل إيجابي وهذا الاقتراح، ويؤسفني أن أنصار الله قدموا طلبات إضافية لم نتمكن من تلبيتها. أواصل العمل مع طرفين لإيجاد حلول الامتثال بالقيادة والمرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق موسع وممدد. السيد الرئيس، أرحب بواقع أن الأطراف اتسمت بضبط النفس منذ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر، إذ أننا لم نرى لحسن الحظ أي استعار أو أي تصعيد عسكري، ولكن بعض المناوشات المدفعية والنار من الأسلحة الصغيرة والخفيفة في مناطق حول التعز ومأرب الحديدة والدحل، وأحث الجميع على الالتزام بضبط النفس الأقصى. أرجاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد إلى 20 من الشهر الجاري بعد فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني المطلوب. هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 سبتمبر الماضي. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في تطور جديد، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا وتحلق بمقاتلاتها قرب حدود جارتها الجنوبية. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر حسبما ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي. وقبل نحو ساعتين من ذلك أفادت وكالة يونهاب عن تحليق 10 طائرات حربية كوريا الشمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية، ما دفع سيول إلى إرسال مقاتلات. يأتي ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ، وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى
ووصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية ذلك بأنه اختبار لتأكيد جدارة وتشغيل أسلحة ذات قدرات نووية تم نشرها في وحدات عسكرية، لافتة لأن التجربة تهدف إلى تعزيز الكفاءة القتالية. بقعة أخرى من العالم تزداد التهابا وتدخل مرحلة أعلى من مراحل الصراع في شبه الجزيرة الكورية، حيث أقدمت كوريا الشمالية على تجربة صاروخية جديدة قادها الزعيم كيم يونغ أون. وأطلقت بيونغ يانغ صاروخين من طراز كروز استراتيجيين بعيدي المدى حلقا فوق البحر لمسافة 2000 كيلومتر. وقال يونغ أون في تعليقه إن التجربة الصاروخية عبارة عن تحذير واضح للأعداء وتطبيق عملي للقدرات القتالية للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية والحرب في أي وقت واتخاذ زمام المبادرة بشكل عام. وخلال أسبوعين كاملين انخرط كيم في الإشراف على تدريبات تكتيكية نووية استهدفت كوريا الجنوبية على مدى الأسبوعين الماضيين، احتجاجا على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية وشملت استخدام حاملة طائرات. وأحدثت التجارب الأخيرة ردود أفعال قوية في اليابان وحلفها الغربي، حيث أكد وزير دفاع اليابان ياسو كازو هامادا أن وزارته تعتقد أن كوريا الشمالية حققت بالفعل تصغير الرأس الحربي النووي اللازم لتجهيز الصواريخ البالستية برؤوس نووية. كوريا الشمالية أحرزت تقدماً كبيراً في برنامجها الخاص بالأسلحة النووية، وطورت رؤوساً نووية صغيرة مصممة لتلائم الصواريخ البالستية التي يمكن أن تصل إلى اليابان. بالنسبة لنا، ننظر بشكل واقعي في كل شيء دون إخفال أي خيارات، ونعمل على تعزيز القدرات الدفاعية الأساسية، بما في ذلك قدرتنا على الهجوم المضاد. واستلزم الوضع المتأزم خطوة جديدة لنزع الفتيل المشتعل بتصريحات في غاية الدقة، كما استلزم الحذر من الجانب الكوري الجنوبي، حيث قال الجيش الكوري الجنوبي إن كبار الضباط العسكريين من كوريا والولايات المتحدة واليابان سيعقدون محادثات ثلاثية في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إنه يبحث بحرص الاحتمالات المختلفة حول كيفية تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد التهديدات النووية المتزايدة من قبل الجارة الشمالية، وأنه يستمع بحرص لجميع الآراء ببلاده وبالولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من الصعب التأكيد أو الإجابة بشكل واضح بشأن هذه القضايا الأمنية. يأتي الاجتماع الثلاثي لرؤساء الدفاع في الوقت الذي يستعد فيه الجنرال كيم لحضور اجتماع اللجنة العسكرية، ليبقى الوضع متأزما في انتظار نزع فتيل التوتر. شنت القوات الأوكرانية قصفا استهدف منطقة بيلغرود الروسية المحاذية لأوكرانيا. وأوضح الحاكم الإقليمي للمنطقة أن الانفجار أدى إلى تفجير مستودع ذخائر بإحدى قرى المنطقة، مؤكدا أن القصف لم ينتج عنه قتلى أو جرحى بحسب معلومات أولية. حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من استخدام روسيا أسلحة نووية ضد أوكرانيا. وخلال كلمته في افتتاح أكاديمية دبلوماسية ببروكسل، قال بوريل إن أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد ردا ليس نوويا بل ردا قويا عسكريا من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي على حد تعبيره. في الأثناء أبدى الكرملين انفتاحه على المفاوضات، مشددا على أن أهداف عملياته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير لكنها قد تتحقق من خلال المفاوضات. من جانبه قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن بلاده سترد بصورة أكثر صرامة إذا واصل النظام الأوكراني هجماته، مضيفا أنه لا يوجد مكان في العالم يتفاوض فيه أحد مع ما وصفهم بالإرهابيين، موضحا أنه يجب العثور على كل منظم ومرتكب الهجمات. من جهة أخرى قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي إن قبول انضمام أوكرانيا لحلف الشمال الأطلنطي سيكون كفيلا بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.
رحب أمين عام حلف الأطلنطي يانس ستولتنبرغ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل دعم أوكرانيا مهما كلف هذا الأمر. أعتقد أن حلفاء وشركاء الناتو ومجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وجهوا رسالة خلال اجتماعهم مفادها أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر، سنزيد من دعمنا لأوكرانيا وبخاصة منظومات الدفاع الجوي. أرحب أيضا بالرسالة القوية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. كان التصويت في الأمم المتحدة إدانة واضحة للضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية، ودعوة واضحة لروسيا والرئيس بوتين لإلغاء هذه القرارات واحترام سلامة أراضي أوكرانيا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قرار الأمم المتحدة الذي يندد بضم موسكو مناطق أوكرانية معاد لروسيا. وأضاف لافروف أن القرار اتخذ باستخدام ترهيب دبلوماسي، ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بقرار روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها، ودعت جميع البلدان إلى عدم الاعتراف به. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 20 جنديا روسيا من أوكرانيا في عملية تبادل للأسرى. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن العائدين يتلقون الرعاية النفسية والطبية اللازمة في المرافق الطبية التابعة لها لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في أقرب وقت ممكن. في رايون ليسيتشانسكم 18 رايون سосредоточения живой силы и военной техники. В районе Золотого радиационная станция. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إنه يجب إجبار موسكو على الامتثال لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح بنزع السلاح الكامل لمحطة زابوريجيا. وأضاف زيلنسكي أنه يجب على روسيا ليس فقط إزالة معداتها العسكرية، بل عليها أيضا إخلاء جميع مقاتليها. وأدلى زيلنسكي بتعليقاته في خطاب بالفيديو أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку. Ведери проклятої! طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية التي سمحت بالسيطرة على التقنيات والعيش على حساب الآخرين. ودعا بوتين في كلمته أمام القمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية للحفاظ على السيادة الوطنية. ضرورة استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية للحفاظ على السيادة الوطنية لدول آسيا والقضاء على المجموعات المتطرفة ووقف تمويلها. والعالم أصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب دورا هاما إن لم يكن الأهم في النظام العالمي الجديد، لأن دول آسيا تعتبر قاطرة الاقتصاد. منظمة شنغهاي للتعاون مهمة، وكذا منظمة دول شرق آسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يساهم في تعزيز التنمية والاقتصاد والتجارة في القارة. كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن ارتفاع أسعار المستهلك في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي، وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9% شهريا، وزادت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويا، وارتفعت أسعار المستهلك خلال سبتمبر الماضي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 2.2% وبنسبة 10.9% سنويا. بدأت فرنسا للمرة الأولى ضخ الغاز مباشرة إلى ألمانيا في خطوة ترمز للتضامن الأوروبي في مجال الطاقة، وذلك لتخطي توقف الإمدادات الروسية في الشتاء. تأتي الخطوة تجسيدا لاتفاق للمساعدة المتبادلة أبرم في 5 سبتمبر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، تعبيرا عن التضامن الأوروبي مع تزايد الطلب على الغاز وارتفاع أسعاره.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء. وشددت الوزارة على أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025 سيكون فرصة لدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز دور المحليات في العديد من الملفات الحيوية. جاء ذلك خلال لقائه مع السكرتير التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية إيميليا سايز، وبدورها أعربت إيميليا سايز عن تطلعاتها أن تتضمن قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل منتدى للسلطات المحلية لعرض وتبادل الخبرات والرؤى في كيفية مواجهة تحدي المناخ. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن مصر أولت اهتماما بقضية المناخ وتداعياتها داخليا وإقليميا ودوليا، وخلال مشاركته في مائدة مستديرة حول مستقبل الكوكب والأنظمة البيئية في المؤتمر العالمي لقمة المدن والحكومات بكوريا الجنوبية، أكد أمنة أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يحتاجون للعمل المشترك وتقديم حلول جديدة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ. كما استعرض وزير التنمية المحلية عددا من محاور الرؤية المصرية لقمة المناخ، والتي تعد أحد المداخل الشاملة لقضية المناخ، والتي نرى فيها فرصة لتجميع الإرادة الدولية لإنجاح هذه الدورة لمواجهة التحديات المناخية. وفي ملف حياة كريمة، شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز سمنود فحص 1273 مواطنا وصرف الدواء لهم بالمجان وتحويل 97 إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج. كما شهدت القافلة زراعة 100 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرات الرئاسية 100 مليون شجرة ومحو 120 مواطنا. شهدت محافظة كفر الشيخ تنظيم قافلة طبية في قرية الحمراء، وجاء تنفيذ القافلة بالتعاون المشترك بين جامعة كفر الشيخ ومؤسسة حياة كريمة، حيث ضمت 14 تخصصا طبيا مختلفا فضلا عن إجراء الكشف وصرف العلاج بالمجان. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. الخدمات اللي بتتقدم في القافله بتبقى كلها بتتقدم بشكل مجاني تماما. عندي الصيدليه النهارده فيها حوالي 150 صنف دوائي كلهم بيتقدموا للمريض بشكل مجاني. المريض بعد ما بيقطع التذكره وبيروح يكشف ممكن يكشف في اليوم الواحد تخصصين طبيين وفي اليوم الثاني تخصصين طبيين مختلفين، فبتبقى محصلة كشف المريض حوالي 4 تخصصات طبية في القافلة، بالإضافة كمان إن هو ممكن يعمل تحليل أو يعمل أشعة. بعد ما بيخلص دورته في القافلة بيجي عندنا الصيدلية، بنستلم منه الصيدلية بنبدأ نراجعها، بتتسجل التذكرة
وبعد ما تسجل كمان ان هي بنبدا نحضرها له وبنصرفها له. القوافل العلاجيه بيبدا الاستعداد ليها من قبلها من فتره، نبدا طبعا بتجهيز المستلزمات والعيادات اللي احنا محتاجينها، ومن طبعا والادويه اللي احنا المفروض نوفرها في القافله بناء طبعا على الداتا اللي عندنا من قوافل قبل كده، الاحتياجات الصحيه للمكان وايه التحاليل المطلوبه والاشعاعات المطلوبه اللي هتقدر تخدم اكبر عدد من المواطنين في المكان. عندي 12 ممرضه في كل عياده، و12 عياده في كل عياده ممرضه بجانب عياده الكشف المبكر، وعندي التمريض بتاعي يعني مدرب على اساليب مكافحه العدوى وعلى معايير الجوده. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. بقى من أخبار المال والأعمال بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبده، وشكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري خلال العام المالي السابق، وأرجع مركز معلومات مجلس الوزراء هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع متحصلات النقل وأهمها متحصلات قناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي الذي بلغ نحو 4 مليارات و400 مليون دولار. استقبل نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون المناطق الصناعية وفد أعمال نيجيريا برئاسة وزيرة الدولة للتجارة والصناعة النيجيرية للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية. استهل الوفد الزيارة بالاستماع إلى عرض تفصيلي عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحا عن استراتيجية الهيئة والصناعات المستهدف توطينها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها. ومن جانبها لفتت الوزيرة النيجيرية إلى وجود مناطق حرة مشابهة في نيجيريا، وتطمح إلى الاستفادة من تجربة النجاح المصرية في المنطقة الاقتصادية. كما أثنت الوزيرة على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة. أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر علي أن المحافظة تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار بما تحوزه من أكبر الموانئ التجارية على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن تعدد أنشطتها، بالإضافة إلى أن السويس رائدة في العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت والبورسلين وعدد من الأنشطة الأخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة السويس بحضور لفيف من المستثمرين المصريين والأجانب وممثلي الجهات المعنية والنقابات. وعرض محافظ السويس خلال المؤتمر عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، والتي تتمثل في إنشاء أسواق حضرية وقرى سياحية ومناطق ترفيهية داخل مدينة السويس. كان عندنا غرض أساسي من هذا المؤتمر، مش هو ان احنا نطلع في الإعلام ونقول ان احنا عملنا مؤتمر اقتصادي، بالعكس احنا كان عندنا هدف أساسي في هذا المؤتمر ان السادة المستثمرين الموجودين على أرض الواقع واشتغلوا وموجود ليهم عمل على أرض السويس، وفي سواء في المناطق الاقتصادية او في المناطق العادية والمناطق الحرة، انها تقول لنا المعوقات اللي بتقابلهم ايه واساليب التغلب عليها من وجهة نظرهم. ده كان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر. السويس بتشتمل على قطاع متنوع من الأنشطة الاقتصادية، منها ما له علاقة بالبترول، بالتعدين، بالصناعات البتروكيماويات، بصناعات الكابلات الكهربائية. كل رجال الأعمال النهاردة كانوا ممثلين عن ذلك. أيضا كان هناك تمثيل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهاز تنمية شمال خليج السويس، المنطقة الحرة. النهاردة في مناقشة كبيرة في المؤتمر الاقتصادي لكل الندوات وكل التحديات اللي بتتم في الصناعة في السويس وفرص الاستثمار للمستثمرين والجهات التنفيذية اللي هتتم إن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية.
وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات تقترب من مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي نحو 3,700,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 687,500,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9,800 نقطة ليصعد بنسبة 54% ويغلق عند مستوى 9,853 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2,121 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2,151 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3,041 نقطة ليصعد بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3,077 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.62 جنيه للشراء و 19.73 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19.11 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، وصل سعره إلى 22.09 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.34 جنيه للشراء و 5.37 جنيه للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.22 جنيه للشراء و 5.25 جنيه للبيع. أنهت معظم أسواق الخليج المعاملات على انخفاض، وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، وفي أبو ظبي انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.4%، لكن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه العام وصعد 0.7%. تراجع المؤشر القطري 1% عند الإغلاق مع انخفاض معظم الأسهم. وفي البحرين انخفض المؤشر بنسبة 0.4%. كما في سلطنة عمان تراجع المؤشر 1%، وأيضا في الكويت هبط المؤشر بنسبة 3%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام لاستكمال ما تبقى من شكرا لك فاطمة. أطلقت الصين اليوم قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث وإدارة الطوارئ والرصد البيئي. وذكرت وكالة أنباء الصين أن القمر الصناعي سيمكن من الحصول على بيانات تصوير رادار لدعم أغراض الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة وحماية البيئة، كما سيستخدم في مجالات الموارد الطبيعية والحفاظ على المياه والزراعة والغابات والزلازل وغيرها. والآن بعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة، تفاصيل الأخبار الرياضية مرة ثانية مع فاطمة خليل. شكرا إلهام، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. اختتم فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته استعدادا للقاء الإياب أمام فريق فلامبو البرونداي في دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له غدا الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10,000 مشجع. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق الزمالك على حساب الفريق البرونداي بهدف دون رد، حيث أحرز هدف الزمالك المدافع حسام عبد المجيد. يختتم النادي الأهلي تدريباته غدا في 17:00 مساء على ملعب التتش استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الاثنين والثلاثين لدوري أبطال أفريقيا. ويسعى الأهلي لحسم بطاقة التأهل في إلى دور المجموعات في البطولة. كان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة النستر التونسية.
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا عن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ شهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الذي نجح في تسجيل هاتريك مع فريقه أمام رينجرز. مشاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لإلهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل. برائحته المميزة ولونه المبهج يعلن محصول الجوافة في مصر عن استعداده لبدء موسم جني ثمره. وفي محافظة القليوبية تستعد مدينة الخنكة في مثل هذا الوقت من كل عام لبدء موسم حصاد الجوافة. نتابع. مع شروق الشمس تتلألأ تلك الثمار على أشجارها الشامخة جاذبة برائحتها المميزة عشاقها. إنه موعد حصاد الجوافة هنا في القليوبية وتحديدا بمدينة الخنكة. يبدأ عمال جني وحصاد الجوافة النزول إلى المزارع في صباح كل يوم للبدء في موسم الجمع الذي يبدأ مع شروق الشمس حتى الظهر، ويتم وضع محصول الجوافة داخل أقفاص من البلاستيك ليتم تجميعها ونقلها إلى الأسواق لبيعها للمواطنين. الخنكة بتتميز هي الجوافة البلدي بس اللي هي في الخنكة، جوافة نوع واحد بس هي اللي في الخنكة اللي هي البلدي. طبعا الجوافة دي نوعها بيتميز عن أي جوافة تانية في الشكل وفي الطعم وفي ديكور الحباية، والزبون بتاعها أو البياع بيبقى عارفها بتتعرف من أي جوافة تانية من ريحتها ومن شكلها ومن طعمها. وبرضو بتتميز برا كتسويق لأن الخنكة من زمان وهي بتشتهر بزراعة الجوافة وهي نوع واحد اللي في الخنكة اللي هي الجوافة البلدي. وتشتهر مدينة الخنكة بزراعة الجوافة، حيث تتميز جوافة الخنكة بألوانها وطعمها المميز لما لها من فوائد صحية عديدة، ومن أفضل أنواع ثمار الجوافة البلدي. ده موسم بيبقى موسم خير على الكل، بيبقاش على المزارع بس، المزارع بيبقى شغال، الموضوع التسويق، العربيات بيتم نقل المحصول من المزارع، التوكيلات اللي هي بنودي فيها الزرع بيتباع فيها برضو بيبقى فيها عمالة شغالة وكتبة شغالة، المحلات الأكل والشرب بتبقى شغالة، كله بيبقى شغال لأن ده بيبقى موسم وعلى الكل. وعادة ما يبدأ موسم حصاد الجوافة في نهاية أغسطس وحتى شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام حسب الظروف المناخية لنضج المحصول. ويعد موسم حصاد الجوافة بمثابة فرحة كبيرة، حيث يرزق منه العامل وأصحاب المزارع وأصحاب السيارات لنقل المحصول، فهو بمثابة عيد للجميع. والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 28، الصغرى 21، الإسكندرية 27 22، مطروح 26 22، بورسعيد 28 22، إسماعيلية 29 19 وجوها مائل للحرارة. في السويس 28 20، العريش 27 21، طابة 29 22، شرم الشيخ 31 24، الغردقة 31 24 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 34 21، أسوان 35 22، الوادي الجديد 32 21، شلاتين 32 24، حلايب 30 25 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. ¿Sin qué entres tú? No. Es que en el momento que yo entre van a empezar a mover. Cierra, cierra. O sea, vete ahí. Entra si quieres. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة. بقي نذكر حضراتكم بأبرز العناوين. خلال تخريج دفعة من الكليات العسكرية، الرئيس السيسي يؤكد على دور الجيش في حماية الوطن والحفاظ على الاستقرار والأمان. خلال زيارته لشرم الشيخ، مدبولي يقف على آخر الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ ويؤكد قدرة مصر على تنظيم الأحداث العالمية. بعد انتخابه من البرلمان، الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يؤدي اليمين الدستورية ويكلف رئيسا جديدا للحكومة. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمراً مع الإعلامية شفقي المنيري. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير يا إلهام. مساء الخير يا محمد، وأهلاً بيكو. فكرتيني يا إلهام الأسبوع اللي فات لما قلت لي هواء التاسعة كان الجو حر جداً، فدلوقتي لا، بقى فعلاً فيه هواء. بقى هواء بجد، جو لطيف وحلو، والجو الخريف ده أجمل جو في السنة. بيبقى الجو ما بنلحقش نعيش. يعني جو الخريف في مصر سريعاً يعني. سريعاً، بس هو أحلى فصل الحقيقة، مستقر اللي هي الجو. فكرة إنه يبقى عندك شوية خريف يعني. تمهيد كده لدخول الشتاء كده. الشتاء الجميل برضه. أيوة الشتاء لسه شوية. احنا هنستمتع بالخريف بس يبقى خريف يعني. بشكركم واتمنى لكم التوفيق، وخلاص دلوقتي انتوا أجازة بس من دلوقتي شوية كده يعني. أتمنى لكم التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ برنامج التاسعة. تفضلوا.